مرحبا. خبر ضج المواقع الإخبارية وأثار صدمة كبيرة حول العالم عن رجل بالولايات المتحدة ارتكب 14 جريمة قتل حسب ما هو قال عبر الفيسبوك لايف، وكان قد بث مباشرة على صفحته عملية قتل رجل بيبلغ من العمر 74 سنة ورجع شاله بعد ساعات قليلة. سبب الجرائم هو انفصاله عن صديقته، فهو لما التقى الرجل المسن طلب منه يقول اسم صديقته السابقة ليرجع يصوب الفرد عليه ويطلق النار. شرطة كليفلاند وبمساعدة شركة فيسبوك عم بتحاول تعرف مكانه وتلقي القبض عليه. Hi. Can you do me a favor? Can you say Joy Lane? Can you say Joy Lane? Joy Lane. Yeah. She's the reason why this is about to happen to you. How old are you? لفت الطباخ التركي الشهير والملقب بحبيب الملح أو سولت باي الأنظار من جديد بعد ما أدلى بصوته بالاستفتاء على تعديل الدستور ببلاده بطريقته المعهودة يلي شهرته عالميا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر عبر صفحته على انستغرام صورته عم بحط ورقة الاقتراع بالصندوق بالطريقة نفسها يلي بيضيف فيها الملح على أكلاته الشهيرة، وهالصورة نالت شهرة واسعة على الموقع. تداول رواد فيسبوك مقطع فيديو طريف نشرته صفحة شيزور ستايل لطفلة عم بتوجه رسالة للحكومة المصرية. بيظهر هالفيديو الطفلة عم بتعبر برسالتها عن استياءها من زيادة الأسعار على طريقتها الخاصة. ما عايزة أقول حاجة للحكومة المصرية، الأسعار غالية وطلع على غالي. الشيزور بتناول نار والمصروف مش بيكفي. أعمل إيه بقى يا حتومة؟ أعمل إيه بقى عضو تاني؟ كل حاجة يا حتومة غالية، والشيبس غالي، والبصلة غالية، واللبن غالي، وكل حاجة غالية. يا سيسي أنا عايزة المصروف زي الأول، نجيب حاجات كتير يعني، فهمني ولا بقى أزعل منك؟ لهون منكن وصلنا لنهاية أخبارنا يلي فيكن تتابعون على صفحة ترندز على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على صفحاتي على فيسبوك، إنستغرام وتويتر. لقونا بكرة بنشرة جديدة.